حياكم الله جميعا في هذا الفصل الدراسي، وأسأل الله تعالى أن يجعله فصل خير بركة، وأن عندك واضح.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الصوت واضح الآن؟ الصوت واضح الآن؟ الحمد لله، الحمد لله. طيب، نبدأ مستعينين بالله تعالى، فأقول هذا مقرر فقه المعاملات المالية، فقه 258 الذي يدرس في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وهذا المقرر يتحدث في المعاملات المالية، يتحدث في المعاملات المالية، وقد ابتدأ هذا المقرر بالحديث عن البيع وصيغة البيع وأركان البيع وشروط صحة البيع وغير ذلك من الأشياء المتعلقة بالبيع. وأحث الجميع على أن يهتموا ويبذلوا قصارى جهدهم في مراجعة هذا المقرر ومذاكرته والعناية به عناية فائقة من خلال الاستماع والمشاهدة للقاءات المتلفزة التي يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان وفقه الله تعالى وسدده، فهذه موجودة على رابط العمادة، إذ هذا هو المقرر المعتمد عندكم، وسينحصر المقرر في هذه اللقاءات المتلفزة، ولن يخرج شيء إن شاء الله تعالى عن هذه اللقاءات المتلفزة، وستكون اللقاءات الحية داعمة لهذه اللقاءات ومعينة لكم وحلا لإشكالاتكم التي تواجهون الإشكالات العلمية. ولذا فحري بالجميع أن لا يأتي وقت اللقاء الحي إلا وقد استمع وشاهد إلى اللقاءات المتلفزة التي تخص ذلك اللقاء، يشاهد ثلاثة لقاءات متلفزة حتى تكون الصورة واضحة عنده، ثم بعد الانتهاء من اللقاء الحي يقوم بمراجعة هذا المقرر ومذاكرته، وإذا كان عنده أي شيء من الإشكالات فإنه يطرحه في منتدى الأسئلة الموجود عندكم في المنتديات. وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا ولكم النية، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. هذا المقرر هو يتحدث عن المعاملات المالية، ومن المعلوم أن المعاملات المالية تعم حاجة الناس إليها، إذ لا يكاد أن يخلو يوم من الأيام إلا وللشخص فيه معاملة مالية أو لأحد ممن هو قريب منه، فتعم البلوى وتكثر الحاجة إلى هذه المعاملات المالية، ولذلك تعين معرفة أحكامها، إذ لا يوجد معاملة من المعاملات المالية إلا ولها حكم شرعي، إذ أن الشريعة جاءت بالأدلة العامة التي تحكم جميع الجزئيات والصور التي تدخل تحتها، فإن الشريعة جاءت بأصول وقواعد كلية يرجع إليها في هذه المعاملات. ثم نشرع في هذا المقرر فنقول ابتدأ هذا المقرر بالأصل في المعاملات والبيوع. ما هو الأصل في المعاملات والبيوع؟ إذا سئلت ما هو الأصل في المعاملات والبيوع، أهو الحل والإباحة أم التحريم؟ فنقول الأصل في المعاملات والبيوع هو الحل والإباحة، هو الحل والإباحة. والدليل ومعنى هذا، معنى قولنا إن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، أنه إذا جاء شخص
وادعى تحريم معاملة من المعاملات فإنه مطالب بالدليل، لا بد أن يستند إلى دليل شرعي يدل على التحريم. وأما إذا ادعى التحريم من غير دليل فإن قوله الأصل فيه أنه غير مقبول بل مردود، حتى يثبت الدليل الشرعي الدال على صحة ما يذكر، الدال على صحة ما يذكر. أما من ادعى ومن ذكر أن معاملة من المعاملات هي مباحة وحلال فإن قوله يعضده الأصل ولا يطالب بالدليل، بل هو باق على الأصل في ذلك، بل هو باق على الأصل في ذلك. طيب، ما هي الأدلة على كون الأصل في المعاملات الحل والإباحة؟ الأصل في المعاملات التي منها البيوع الحل والإباحة، الدليل على ذلك أدلة كثيرة، منها قول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولفظة البيع هذه لفظة عامة، لأن ال إذا دخلت هنا، لما دخلت هنا دلت على العموم والاستغراق والشمول، إذ البيع له أفراد كثيرة متعددة متنوعة متفرعة لها صور وجزئيات كثيرة. فلما ذكر الله تعالى حل البيع دل على حل جميع أنواع البيوع، وأن الأصل في البيوع هو الحل والإباحة. ثم ذكر الله جل وعلا تحريم الربا، وقابل البيع بالربا، لأن البيع لأن الربا مناقض للبيع، مناقض للبيع. فذكر أصلا مباحا وحلالا، وذكر أصلا محرما. فعندنا أصل مباح الذي هو البيع، والأصل المحرم الذي هو الربا. فإذا اشتبه الإنسان في معاملة من المعاملات، هل هي بيع أو ربا؟ هل نقول الأصل؟ لا بد أن ينظر في هذه المعاملات، فإن حدد أنها من البيع فحينئذ يعتضد بالأصل ويبني على الأصل الذي هو البيع، وأصل البيع الذي هو الحل. وإن وجد المعاملة الأصل فيها أنها من الربا فإنه يبني على التحريم حتى يتبين له الأمر بعد ذلك. بعد ذلك الدليل أيضا الآخر على هذا الأصل قول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذا الدليل واضح وصريح، ودليل واضح على أن الله جل وعلا خلق لنا، وهذه اللام دالة على التخصيص، وهي يؤخذ منها الحل والإباحة. لما ذكر الله جل وعلا ذلك في معرض الامتنان على خلقه دل على أن الأصل في ذلك الإباحة والحل. ننتقل بعد ذلك إلى أركان البيع. البيع له أركان ثلاثة، له أركان تنحصر في أركان ثلاثة. فالركنان الأولان العاقدان، والمراد بالعاقدين البائع والمشتري. البائع هو أحد الطرفين، والمشتري هو الطرف الآخر. ولا يلزم أن يكون البائع شخصا واحدا، وإنما قد يكون شخصا واحدا وقد يكون شخصين أو ثلاثة أو أربعة حسب العقد. وكذلك المشتري لا يلزم أن يكون شخصا واحدا، بل قد يكون شخصا أو شخصين أو ثلاثة أو عشرة أو شركة أو غير ذلك. الركنان الثانيان أو الآخران المعقود عليه، والمراد بالمعقود عليه هو ما وقع عليه العقد. والعقد وقع على شيئين اثنين، وقع على السلعة المبيعة فالسلعة معقود عليها، وكذلك الثمن معقود عليه، فهو وقع على السلعة وعلى الثمن. الركنان الثالثان هو الركن الثالث هو الصيغة، والصيغة هو القول أو الفعل الدال على البيع والشراء. فإذا لم يوجد أحد هذه الأركان الثلاثة لا يتصور وجود البيع، لا يتصور وجود البيع. الصيغة إما أن تكون صيغة قولية وإما أن تكون صيغة فعلية.
ننتقل بعد ذلك إلى صيغ البيع، فنقول الصيغ إما أن تكون صيغة قولية بأن يقول مالك، بأن يقول مالك السلعة بعتك، ويقول المشتري أو الراغب في الشراء اشتريت وقبلت، يقول اشتريت أو قبلت أو غير ذلك مما يدل على الشراء، مما يدل على الشراء. الأمر الثاني الصيغة الفعلية، الصيغة الفعلية وهي التعاطي، والتعاطي أن يعطي كل طرف، أن يعطي كل طرف الطرف الآخر، أن يعطي كل طرف الطرف الآخر، فتكون تنحصر المعاطاة أو المعاملة، يعطي أحدهما الشيء ويعطي الآخر الشيء الآخر، وهذا معروف ومتعامل به ويكثر عمل الناس به. مثلا تجد لو ذهب إنسان إلى محل خبز ووضع ريالا ثم أخذ كيسا من الخبز أو أخذ شيئا من الخبز، فهذا نقول انعقد البيع بالمعاطاة، فالبيع كما أنه ينعقد بالصيغة القولية بعت واشتريت، فينعقد بالصيغة الفعلية وهي التعاطي، وهي التعاطي. طيب، الإيجاب والقبول، ما هو الإيجاب وما هو القبول؟ الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه الدال على البيع، فاللفظ الذي يصدر من البائع يطلق عليه أنه إيجاب، وسواء أكان ذلك اللفظ صدر أولا أم صدر آخرا. فلو قال البائع بعتك هذه السيارة وقال المشتري اشتريت، هنا نقول انعقد البيع، فاللفظ الأول الذي ذكره البائع هو الإيجاب، واللفظ الثاني الذي ذكره المشتري هو القبول. طيب، لو انعكست الصورة فقال المشتري الراغب في الشراء قال بعني هذه السيارة، فقال البائع بعتك، فاللفظ الذي صدر من البائع يسمى إيجابا مع أنه صدر متأخرا، فالإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه الدال على البيع، وسواء أكان ذلك الصدور أولا أم آخرا، كما أن القبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه الدال على الشراء، الدال على الشراء. فإذا قال المشتري، قال البائع بعتك، نعم لا يهم الترتيب وإنما يكفي الإيجاب والقبول، فإذا أوجب البائع وقال بعت وقال المشتري اشتريت، هو هنا انعقد البيع. كذلك لو انعكست الصورة فإن البيع ينعقد ويسمى اللفظ الذي صدر من البائع إيجابا، كما يسمى اللفظ الذي صدر من المشتري قبولا، يسمى قبولا، ولا بد أن يكون ذلك اللفظ دالا على البيع، لا بد أن يكون ذلك اللفظ دالا على البيع من جهة البائع، وأن يكون اللفظ الصادر من المشتري دالا على الشراء حتى يفيد البيع، حتى يفيد البيع. هنا مسألة وهي هل يشترط صيغة معينة يتقيد بها فلا ينعقد البيع إلا بها؟ هنا نقول لا يشترط صيغة معينة، بل لو قال البائع، نعم أحسنتم، لو قال البائع بعت وقال المشتري اشتريت انعقد البيع، كما لو قال البائع خذ هذه السلعة ب10 ريالات وقال المشتري أعطني إياها وخذ ال10 ريالات، هنا نقول انعقد البيع مع أنه لم يعبر بلفظ البيع ولا ببيع الشراء، فهذا يدل على أنه لا يشترط أن يتقيد بلفظ معين، وإنما أي لفظ يصدر ويدل على البيع والشراء فإنه ينعقد به البيع، فإنه ينعقد به البيع. ننتقل بعد ذلك إلى أقسام العقود من حيث اللزوم وعدم اللزوم. تنقسم العقود بهذا الاعتبار إلى 3 أقسام،
فمن العقود ما هي عقود لازمة. والمراد بالعقود اللازمة هي العقود التي ليس لأحد من الطرفين فسخها إلا برضا الطرف الآخر، إلا برضا الطرف الآخر. ومن أمثلة تلك العقود اللازمة البيع والإجارة. فإذا قال البائع بعتك هذه السيارة، وقال المشتري اشتريت أو قبلت، ثم انصرف، ثم جاء البائع وقال عدلت عن البيع فأعطني سيارتي، فهنا نقول ليس للمشتري أن يعطي، لا يجب على المشتري أن يعطيه السيارة، بل السيارة ملك للمشتري، إن شاء أعطاه إياها وإن شاء لم يعطه إياها. إذن البيع عقد لازم، ليس لأحد من الطرفين فسخ ذلك العقد إلا برضا الطرف الآخر. كذلك الإجارة عقد لازم، فلو قال صاحب الشقة أجرتك هذه الشقة مدة سنة ب30,000 ريال، فقال طالب الاستئجار استأجرت، هنا نقول انعقد البيع، ثم انصرف وتفرق، ثم جاء المستأجر وقال عدلت عن الاستئجار وليس لي رغبة في هذه الإجارة، فنقول لزمتك الإجارة وليس لك أن تتخلى عنها، كما لزمتك الأجرة، فالأجرة لازمة في حقك وليس لك أن تتخلى عنها. لماذا؟ لأن الإجارة عقد، ماذا؟ عقد لازم، الإجارة عقد لازم. القسم الثاني من أقسام العقود هي العقود الجائزة، وهي العقود التي يسوغ لأحد الطرفين. بقي فقرة في العقود اللازمة، بقي فقرة في العقود اللازمة، وهي العقود التي ليس لأحد من الطرفين فسخها إلا برضا الطرف الآخر. لو افترضنا أن أحد الطرفين قبل من الآخر رغبته في الفسخ، فنقول في هذه الحال يسمى ذلك إقالة، وهذا شيء مستحب ومحمود، إلا أنه ليس بواجب، ليس بواجب، لكنه مستحب ومحمود. وقد جاء في الحديث من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، فهذا يسمى الإقالة وهو محمود ومشروع. القسم الثاني من العقود هي العقود الجائزة، وهي العقود التي يسوغ لأحد الطرفين فسخها ولو بدون رضا الطرف الآخر، وهذا مثل الوكالة. فلو قال شخص لشخص آخر وكلتك في بيع سيارتي هذه، فقال الطرف الآخر قبلت، هنا انعقدت الوكالة، ثم بعد فترة عدل المالك وقال عدلت عن الوكالة وفسخت وكالتي، فهنا تنفسخ الوكالة حتى ولو تفرقا. وما ذاك إلا لأن الوكالة من العقود الجائزة. كذلك لو جاء الوكيل وقال أنا ليس لي رغبة في هذه الوكالة فأريد فسخها، فهنا تنفسخ الوكالة ولا يلزمه مقتضى الوكالة، وذلك لأن الوكالة من العقود الجائزة، من العقود الجائزة. القسم الثالث من العقود هي العقود اللازمة من وجه، الجائزة من وجه آخر، وهذا مثل الرهن. فإن الرهن وهو العين، الرهن ما هو؟ هو العين التي يجعلها المدين عند الدائن توثيقا للدين. فلو استدنت أنا من شخص يدعى محمد، استدنت منه 100,000 ريال، ثم قلت هذه سيارتي رهن عندك حتى أوفيك هذه 100,000، فنقول هذا رهن، وهذا الرهن لازم في حق الراهن الذي أعطى الرهن، فهو لازم في حقي، لأنني أنا الذي أعطيت السيارة، أعطيته السيارة، والسيارة هي استيثاق لحقي، استيثاق للدين الذي علي، توثيق للدين الذي علي. فهنا نقول لازم في الرهن، لازم في حق الراهن، وهو جائز في حق المرتهن، وهو الذي استحق الرهن وحازه عنده. فنقول المرتهن يسوغ له ويجوز له أن يفك الرهن ويقول عدلت عن الرهن، أو تركت الرهن، أو تنازلت عن الرهن،
لأن الحق له ولا يعدوه، لأن الحق له ولا يعدوه. بهذا نكون قد بينا بعض هذه الأحكام المتعلقة بأقسام العقود من حيث الجواز واللزوم. ننتقل بعد ذلك إلى شروط البيع. فيشترط لصحة البيع 7 شروط، 7 شروط. الشرط الأول هو التراضي من الطرفين، من البائع والمشتري، من البائع والمشتري. فلو حصل بيع بلا تراض من الطرفين فإن البيع قد فقد شرطا من شروطه، وحينئذ لا يصح أن ينعقد، لا ينعقد البيع إلا بتراضي. لو حصل التراضي من أحد الطرفين دون الآخر فلا يعتبر العقد منعقدا، بل فقد شرطا من شروطه، فلا بد أن يتم التراضي من الطرفين جميعا. لعلنا نستكمل ما تبقى من هذه الشروط إن شاء الله تعالى في اللقاء الحي القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق بالنسبة للمذاكرة والمراجعة، فستكون إن شاء الله كما ذكرت في بداية هذا اللقاء الحي، ستكون من اللقاءات المتلفزة، فلن يخرج المقرر عن اللقاءات المتلفزة التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان حفظه الله ووفقه، موجودة على موقع العمادة، موجودة على موقع العمادة، لعلكم ترجعون إليها وتشاهدونها. ومن كان عنده إشكال فليطرحه في المنتدى المخصص لذلك. أسأل الله للجميع التوفيق والتسديد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لمن أراد الاكتفاء باللقاء، فاللقاء في الحقيقة لا يكفي لهذه، لا يكفي للمذاكرة، بل لا بد من الرجوع إلى اللقاءات المتلفزة. المقرر المعتمد هو اللقاء المتلفز، لن تخرج الأسئلة في الاختبارات النهائية عن اللقاءات المتلفزة. واللقاءات الحية التي أذكرها هي لا تخرج أيضا عن اللقاءات المتلفزة، فانحصروا ولا تتشتتوا. فقط ما أريد عرضه هنا هو التوضيح والشرح لما ذكر في تلك اللقاءات المتلفزة، في تلك اللقاءات المتلفزة، يعني لا تخرج عنها، لا تخرج عنها نهائيا. هل هناك إشكال أو سؤال؟ نعم، من يريد أن يتكلم؟ نعم، من يريد أن يتكلم تفضل. من عنده إشكال أو سؤال؟ نعم، هل في إشكال؟ في أحد عنده إشكال أو سؤال؟ يتفضل. بالنسبة للملخصات لا يوجد ملخصات، من يسأل عن الملخصات لا يوجد ملخصات، وإنما المعتمد هو اللقاءات، هو اللقاءات المتلفزة، واللقاءات المتلفزة. نعم، المعتمد هو اللقاءات المتلفزة، وهذا هو المعتمد. لعلي إن شاء الله أحاول تنزيل هذه اللقاءات ونزل هذه الشرائح عندكم لعلها تيسر. من كان عنده إشكال أو سؤال فقد أتحت السؤال. نعم، في إشكال أو سؤال؟ نعم، هل في إشكال أو سؤال؟ نعم، سيكون هناك إن شاء الله تعالى لعلي أضع هناك بعض من الاختبارات لعلها تفيدكم إن شاء الله تعالى، والأسئلة المعينة لكم إن شاء الله تعالى. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.